معانا على التليفون يا جماعة نجم مصر ونجم النادي الأهلي والإسماعيلي وواحد من أجمد الباكات الشمال اللي جت في تاريخ مصر، كابتن سيد معوض. ده كابتن سيد منور الدنيا كلها، حبيبي يا هيما، ربنا يخليك. ده غير السلك الإداري مكسر الدنيا. أنت في الحتة الإدارية والإعلامية لا وكل حاجة. أنا مش راجل إداري خالص، راجل فني. أنا عايز أقول لك بقى على حاجة، أنت كورتك اللي أنت عملتها في الأهلي دي كوم، واللي انت عملته في الاسماعيلي كوم تاني خالص. يعني انا لسه بالصدفه والله العظيم انا بتكلم، يعني يمكن احنا اتكلمنا في القصه دي ما بيننا ما بين بعض، بس انا لسه بالصدفه من يومين كان في فيديو كده وقع قدامي للجيل او للفتره اللي انت كنت موجود فيها في الاسماعيلي. لا يعني انت اللي عملته في الفتره بتاعت الاسماعيلي مش عايز اقول احلى وامتع، بس هو ما اخدش حقه. يعني ما اخدش حقه، لان فعلا انت كنت بتكلم الكوره في الوقت ده. والله انا بتكلم بجد، انا مش بجاملك. يعني لا، هو انا بص يا ابراهيم، انا بتكلم ان انا كنت الحمد لله، يعني ربنا كان مديني نعمه ان انا محظوظ شويه ان انا عاصرت كل الاجيال الكويسه في الاماكن اللي انا لعبت فيها. يعني الجيل الكويس قوي، اعظم جيل في الاسماعيلي انا لعبت معاه، اعظم في منتخب مصر فانا لعبت معاه، فده شيء اصلا بيخليك تطلع امكانياتك. انت فاهم، لما كل اللي حواليك بيبقوا كويسين فانت بتطلع امكانياتك. لا ده انما انا هي شفت، ماتش اسماعيلي واهلي، انا ما اعرفش وائل جمعه عمل فيك ايه بعد الماتش ده بصراحه. يعني انا اول مره كنت اركز مع الماتش ده كده. انا عايز اقول لك ان الفيديو ده كنت كل ما اشوفه اوريه له الجمعه. ايوه والله، يعني انا بقيت قاعد يا نهار ابيض، هو ده وائل جمعه؟ هو بيعمل ازاي كده؟ ازاي بيعمل كده فوق الجمعه؟ طبعا الصخره حبيبنا على دماغنا، انا بس عايز ما اقول بقتش لك حاجه، مصدق. انا كنت بكلف، فانا واقف هنا معظم الوقت، يعني باك ليفت بيهاجم، يعني اللي قابلني السيرد باك التالت بتاع ايوه، قال انت فاهم، يعني اللي هو يا دلوقتي عم ما تتهد يا عم، انت ايه اللي انت عامله ده؟ اللي هو باك ليفت اكنه وينج، ايوه انت بالظبط. فاهم، يعني معظم الوقت قدام، وبتلعب النادي الاهلي يعني برضه، يعني الموضوع في ماتشات اهلي واسماعيلي كان بيبقى مختلف بصراحه. يعني الاجواء كلها كانت حلوه، جمهور الملعب متقفل. طب انا عايز اسالك سؤال يا كابتن سيد، لو انت كنت موجود دلوقتي كنت هتخلي مودس تجيب جوال؟ لا، هو مودست هيجيب ان شاء الله، بس هي النقطه مش ان هو يجيب ولا لا، انا بشوف الاهم هو مناسب ليك ولا لا. طيب يعني ده الاهم على فكره، اي حد هيلعب في النادي الاهلي فيرود هيجيب جوان في اي توقيت، بس مناسب ليك هينجحك ولا لا، صحيح هيبقى صحيح. اضافه ليك كبيره ولا لا، يعني ده الاهم. ما ياما لعيبه جت الاهلي جابت جوان وبعد كده ما ملقتهاش، طب انما الاستمراريه في الوقت هو ده الاهم. صحيح صحيح. طب انا عايز اسالك على حاجه كابتن سيد، ودي واحده من الحاجات اللي بتشغل بال الجمهور المصري كله. واحنا داخلين على كاس الامم في اجيال متعاقبه كنت دايما بتعرف تقول باك يمين منتخب مصر مين والباك الشمال مين. يعني مثلا في اجيال اقدم شويه كنت هتقول مثلا ابراهيم حسن واحمد رمزي، بعديه مثلا ياسر رضوان ومحمد عماره، بعديه احمد فتحي وسيد معوض. من ساعه اعتزال سيد معوض ومن ساعه ان احمد فتحي مبقاش موجود في منتخب مصر، انت مش لاقي حد تقدر تقول بالفم المليان ده باك يمين منتخب مصر وده باك شمال منتخب مصر. في وجهة نظرك مين اقرب اسمين، ولو انا بتكلم على الباك الشمال تحديدا، مين اقرب اسم انت شايف انه يقدر يشيل المركز ده الفترة اللي جاية؟ مش اقرب اسمين، هو انت بقالك سنتين ماشي في اتنين لعيبة، هو محمد حمدي واحمد فتوح. انت داير في القصه دي، هي انا بشوفها ان هي مشكله الدوري ككل ومشكله مدربين المنتخبات. يعني هو الطبيعه يا ابراهيم، يعني انا دلوقتي مثلا عندي اولمبيات وعندي كاس عالم، الطبيعي ان الباك ليفت اللي هيلعب للمنتخب الاولمبي يكون اقرب واحد هيكمل معايا الكاس العالم اللي جاي. انت اصلا ما تعرفش مين الباك ليفت بتاع المنتخب الاولمبي، بالظبط. فانت اصلا مش موجود معاك. النقطه الثانيه، دور على الانديه، انت وانت بتتفرج ايه اللي بيخلي فتوح يغيب ويروح المنتخب؟ عشان مفيش. اصلا مفيش حد. صح. انت في فرق ان انت تنقي بين اتنين تلاته وبين 10 موجودين. صح. انا اقول لك على حاجه، انت بتحكي على الفتره بتاع الاسماعيلي صح؟ انا ما لعبتش فيها منتخب مصر الا في النهايه في اخر 2006، انا كنت بروح المنتخب على فترات كتيره جدا، بس المنتخب وقتها بينقي بين 5 6 لعيبه وكلهم دوليين. صحيح. فعندك الامكانيه، يعني محمد عبد الوهاب الله يرحمه، طارق طارق السيد، سيد، طارق السعيد، انت بتتكلم عن لعيبه في منافسه كبيره جدا. اقول لك على حاجه، في لعيب في جيلنا لو موجود دلوقتي
وحطت رجل على رجل أسامة محمد. اسامه كنت لسه انت طلعتها. اسامه محمد باك شمال كان بتروجيت. صح عندك حق. يعني أسامة كان بيجي المعسكرات كلها وما بيلعبش، أسامة لو موجود دلوقتي كان هيبقى أعظم باك ليست موجود. صحيح. فهي النقطة عبد الشافي قعد فترة كبيرة جدا في المنتخب بياخد فترات قصيرة، فالنقطة دلوقتي هم اتنين لعيبة. فأنا شايف إن أنت عندك مشكلة مع الأندية ما بتطلعش لعيبة في الأماكن دي. والنقطة الثانية بأمانة أنت كراجل بتاع منتخب أو اللي قبلك، أنا بشوف إن مفيش التواصل ده، يعني مفيش صحيح. تواصل الأجيال. يعني أنت الطبيعي بعد كل واحد، يعني أنا فاكر مرة مع الكابتن جوهري يا إبراهيم، كان محمد عمارة هو اللي بيلعب، كابتن محمد عمارة طبعا. كابتن جوهري أول ما رحت أنا المعسكر كان عندي 20 سنة، قال لي خلال 5 سنين ممكن هتلعب. انت فاهم؟ يعني هي رساله تحفيزيه بس انا اهملها. تحفيزيه. طبعا. انا جالي احباط. يعني في خلال 12 13 سنه ان شاء الله تكون انت من واحد. بس ايام محمد عماره كان محترف في ايوه المانيا. طبعا. فهي انا بكلمك في ايه؟ برضو هو فكر الراجل الله يرحمه كابتن جاري من الناس العظيمه، ان هو بيفكر لبعد كده. انت فاهم؟ يعني هو ممكن يكون جايبني المعسكر ده مش عشان النهارده، عشان بعد كده. انما انت دلوقتي انت كل خناقتنا ايه، فتوح هيروح المنتخب ولا لا؟ هو ما بيلعبش صح. بقاله شهرين، ناس تقول لك ايه لازم يروح. يا جماعه في لعيب كوره ما يلعبش شهرين ثلاثه يروح يلعب ما كاس هو انا بقى ده انت لقطتها من على لسانك يا كابتن سيد، ده كان سؤالي اللي جاي. انت الناس حيرتنا، ناس تقول لك اصله ما ينفعش لعيب ما يكونش بيلعب ويروح منتخب مصر، وناس تانية تقول لك لا اصل ساعات المدير الفني بيبقى عارف هيطلع من اللعيب ده ايه. انت رايك ايه وانت راجل عندك كل الخبرات كلاعب مع منتخب مصر وعشت كل التجارب وكمان دربت منتخب مصر مع كابتن حسام البدري، فانت عارف وفاهم كويس قوي طبيعه اللاعب المصري، وهل ينفع يتعمل معاه كده ولا لا؟ لا، في بعض الظروف او بعض الاوقات اللي للعيبه معينه. يعني انا لو ضربت لك 3 اسماء دلوقتي هم الوحيدين اللي ممكن معاهم تعمل كده، او 4 اسماء. زي شناوي لو ما بيلعبش لازم اخده، لان هو جون اساسي منتخب مصر 4 5 سنين، فده اللعيب بتاعي فلازم يكون موجود وما يكونش عامل مشكله مع النادي بتاعه برضه بامان. صلاح نفس الكلام، تريزيجيه نفس الكلام، حجازي نفس الكلام. دول 4 ما ينفعش انت يعني لو حتى ما لعبوش ما تجيبهمش، لان هم ركائز اساسيه في منتخب مصر، مرات كبيره جدا، فعملوا تاريخ كبير جدا في حقهم طالما ما عندهمش مشاكل مع الانديه. انما احنا هنتكلم بامانه على موقف فتوح بامانه، ان ما ينفعش لعيب عنده مشكله مع النادي بتاعه ويقعد شهرين ما يلعبش وبعد كده اجي اخده كاس الامم. هي برضو مش يعني مش طبيعي. ايوه طبعا صح. حتى لو قلت ان مفيش حد في المكان ده، بس برضه هو ايه الاضافه اللي هيقدمها في المكان ده وهو ما بيلعبش؟ ما هو مش هيدي لك الاضافه اللي موجوده. صحيح. يعني هو مش في مستوى انت اصلا ما تعرفش مستواه. وانا كمدرب منتخب انا فيتوريا عنده ميزه وعيب. عنده ميزه ان هو ماضي 4 سنين. ايوه. فهو مطالب ان هو يجهز اجيال، مش جيل يلعب النهارده كاس امم ومع صحيح. السلامه. صحيح. لا، انت راجل قاعد لكاس العالم. انا بدور ان انا بجهز فرقه لكاس العالم، مش انا عندي وجهه نظر في ناس مختلفه معايا، بس انا يعني بقولها دايما كاس الامم مش هو المهم دلوقتي. انا المهم ان انا في كاس العالم بعدد الفرق اللي موجوده اكون موجود ان شاء الله، واعدي دوري المجموعات ويبقى ليا شكل. صح. ده الاهم. صح. انما كاس الامم ما انت ممكن حتى في افضل حالاتك ممكن تروح وتخرج. مظبوط. صح. خسرت ان انت بتجهز جيل. يعني أيوة انت مظبوط. طبيعي تقول من دلوقتي انا كاس الامم اعداد كويس لتصفيات كاس العالم ولكاس العالم. انما هي النقطه انت لا، احنا محدودين بعدد لعيبه محدده دايرين في 20 25 لعيب، ما بنغيرش ما بينهم، ما فيش لعيبه صغيره كتير بتدخل. حتى لو لعيب يعني واعد دخله، ما هي الماتشات دي اللي هتديله. صح. ما هو مش هيكون بعيد عن المنتخب وتقول بعد كده ده مستواه ما يلاقش منتخب مصر. هو اصلا ما لعبش المنتخب مصر. انت ما تجيبوش من الضرر للنار زي ما بيقولوا. يعني دي الماتشات اللي هتدي له الاحتكاك انه ياخد الخبرات بتاعت منتخب مصر، مش هيجيبه من المغرب ولا كوت ديفوار ولا السنغال من اولها. طبيعي هتدي له في ماتشات اقل يعني في المستوى شويه. طبعا. يعني انت عندك الماتشين اللي عدوا بتوع كاس العالم كان عندك الامكانيه تدخل. الماتشات اللي بعد كده بتاع كاس العالم والتصفيات عندك الامكانيه ان انت تدخل لعيبه ويدخلوا جوه الفرقه وهيبقى عندهم استمراريه. فانا بشوف ان ده الاهم دلوقتي في الوقت الحالي.
كلنا عمالين كلها انتقادات وكلها بنقول ان ما فيش مواهب. بعض الشيء احنا اتأثرنا شوية ان المواهب قلت ومستوى الدوري قل عشان غياب الجمهور، ودي حاجة معروفة للناس كلها وفيها تأثير سلبي كبير جدا. انما انت في نفس الوقت انت قوم بدورك، يعني ما انت لازم تدور على فكرة. ممكن اشوف لعيب يلعب ربع ساعة في مكان ويكون عنده بس بوتنشن شوية، صحيح، فانا حسنه، عنده بعض العيوب انا حسنها له، ومش لازم من اول يوم يبقى لعيب دولي كبير يعني. صحيح، عندك حق، مظبوط 100%. كابتن سيد، اخيرا عندك الرغبة والحلم ان انت تبقى مدير فني منتخب مصر في القريب؟ والله اتمنى، بس هي الموضوع ابراهيم مش ماشي باي حاجه الا ليها مواصفات معينه، فانا اعتقدش ان دي دلوقتي لا، يعني ليها بامانه اداره الكره في مصر عامه فيها مشكله. احنا عايزينك حلقه كابتن سيد، احنا عايزينك حلقه كابتن سيد عشان نتكلم في المواضيع دي، عشان ما نكذبش يعني، ده الواقع يعني. لا انت جدير بيها كابتن سيد، ان شاء الله في القريب العاجل ومره بقى جيلنا تشرفنا وتنورنا نفتح الموضوع ده ونتكلم في الملف ده ان شاء الله. حبيبي نورت الدنيا يا نجم مصر، ربنا يخليك، الف شكر. كل الشكر لنجم مصر الكبير كابتن سيد معوض. نطلع الاذان العصر ونرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.